تعرف على معنى آية ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. إن معنى آية ومنكم من يرد إلى أرذل العمر الواردة في سورة النحل أن الله تعالى يخاطب عباده بأنه وحده من خلقهم من العدم، وهو القادر على إماتتهم وإهلاكهم. ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن السن الذي يصير فيه الإنسان في أرذل عمره هي 75 سنة. يراد بقوله تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا أن الله تعالى يرد الإنسان إلى أرذل العمر ليعود جاهلا كما كان في الطفولة والصبا، فينسى كل شيء كان يعلمه بسبب الكبر وضعف الذاكرة، فينسلخ علمه السابق من عقله ويصير لا يعقل شيئا مما كان يعلمه ويعقله قبل ذلك. قال ابن كثير أن أرذل العمر هو الهرم، ويعني الضعف في الخلقة، ويدل هذا على قوله تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلي العظيم، وهو العليم القدير. فعندما يصل الإنسان إلى أرذل العمر يحصل له ضعف في القوى ويسوء حفظه ويقل علمه. ولهذا قال الله تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي أنه بعدما كان عالما صار لا يدري شيئا من الفند والخرف. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر، حيث أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. كما أن شعراء العرب قد ذكروا ما يحصل للإنسان من السأم والملل عند وصوله إلى مراحل متقدمة من العمر. وجاء في تفسير القرطبي أن أرذل العمر هو أوضعه وأردأه، وأن الذي يرد إلى أرذل العمر هو الذي تنتقص قوته وعقله ويصاب بالخرف ونحوه. كما نقل القرطبي عن ابن عباس أن أرذل العمر هو أسفل العمر، أي أن المرء يصير كالصبي الذي لا عقل له، فلا يعلم بعد علم شيئا، أي يرجع إلى حال الطولة، فلا يعلم الأمور التي كان يعلمها في مراحل حياته وقبل وصوله إلى أرذل العمر.